بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وكل سنة وحضراتكم طيبين. عيد أضحى إن شاء الله يكون بخير علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية، وإن شاء الله تبقى الفرحة السنة دي فرحتين. صراحة حالة جميلة جدا في مونديال كأس العالم في روسيا 2018، والمنتخب المصري أسياد أفريقيا يفوز باحترام العالم في المونديال، يفوز باحترام العالم على الرغم من خسارة أمام الأوروغواي بهدف مقابل لا شيء، ولكن في دقيقة كام؟ دقيقة 89 يحقق المنتخب الأوروغواي الهدف اللي كان صعب. منتخب صراحة ادالنا حالة جميلة، عيشنا حالة جميلة، وبقالنا 28 سنة مستنيين اللحظة دي، إنك تشوف منتخب بلدك، إنك تشوف علم مصر، إنك تشوف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية في المونديال. العالم كله كان بيشاهد هذا المنظر وانت مستنيها، بقالنا كتير كتير مستنيين هذا المنظر. عشان كده الفرحة كانت كبيرة جدا، وكانت أحلى عيدية بالنسبة لنا ان انت تشوف منتخب بلدك وتشوف المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده في ملعب يكاترينبرج في روسيا وأمام أنظار العالم. الكل كان منتظر أن يشوف منتخب الفراعنة أسياد أفريقيا اللي أمام حضراتكم، اللي شرفونا امبارح أداء أكثر من رجولي بالنسبة لمنتخب مصر الصلب القوي اللي أمام نجوم العالم وأمام منتخب مليء بالسوبر ستارز. أحسن اثنين سنتر فيرود في مونديال 2018 موجودين في هذا المنتخب، سواريز وكافاني. واحد مهاجم برشلونة حصل على الثلاثية قبل كده وأداه في الدوري الإسباني إلى ذلك، كافاني مهاجم باريس سان جيرمان اللي كان مكسر الدنيا في باليرمو ومكسر الدنيا في نابولي ومكسر الدنيا في باريس سان جيرمان، وأصبح الهداف التاريخي لهذا النادي، وبتشوفوه في الشامبيونز ليج والناس كلها بتترعب. اثنين سنتر فورورد أي منتخب في مونديال 2018 بيتمنى إن هم يكونوا موجودين. ده غير ما كلمتكش على فيتشينو في الانتر، ما كلمتكش على بنتنكور في اليوفي، والاثنين سنتر باكس الاثنين بيلعبوا اساسيين في اتلتيكو مدريد، سواء جودين كابتن الفرقه وخيمينيز راجل بتاع اتلتيكو مدريد اللي احرز الهدف في منتخب مصر في اخر الدقائق. كل الاداء الرائع اللي احنا شفناه من منتخبنا واللي كان اكثر من ند بالنسبه لمنتخب الاورجواي، انك تشوف حاله الجماهير، انك تشوف انبساط الجماهير، الحاله اللي خلقها جماهير منتخب مصر في روسيا صراحه كسروا الدنيا. يعني العالم كله بقى يتكلم على جماهير منتخب مصر قبل واثناء اللقاء، الناس دي بتشجع كده ازاي؟ الثالثه شمال يعني هجيبها لحضراتكم بالثالثه شمال، مصر كان او جماهير منتخب مصر كان اغلبها في ناحيه الثالثه شمال في الملعب، كان المدرج ممتلئ على اخره، في ناس كتير قوي راحت من كل مكان في العالم، كله عايز يشوف اللحظه التاريخيه اللي بتكلم فيها مع حضراتكم، ان منتخب مصر بيلعب في كاس العالم، بيلعب امام كل نجوم العالم كانوا موجودين في منتخب أورجواي وأيضا في هذه البطولة. حالة جميلة جدا خلقها أدي الجماهير المصرية، اللي أحلى حاجة كانت موجودة في المباراة صوت الجمهور ما قلش طوال 90 دقيقة، ودي لقطة من لقطات الحتة اللي فاضية دي كانت في منتصف الملعب وعليها كلام أقوله لحضراتكم، ولكن المدرج اللي كان في الثالثة شمال كان مقفول على آخره بالمصريين. إنك تسمع الأغاني، إنك تسمع نشيد الوطني، إنك تسمع كل الحاجات الحلوة اللي احنا متعودين إن احنا نسمعها، ولكن ما بيننا وما بين بعضينا ده واحد من المشجعين ما كانش مصدق إن منتخب مصر خسر من الأورجواي بعد هذا الأداء، كان صعبان عليه الأداء الرائع اللي عمله منتخب مصر وما كانش عايز يروح لان النتيجه كانت صعبه، حس ان هو كان ند امام منتخب الاورجواي، حس انه كان يطمع في الماتش، حس ان اللي شافه من رجوله منتخب مصر وبنلعب من غير مين؟ ده بنلعب من غير مو صلاح، بنلعب من غير هداف الدوري الانجليزي، بنلعب من غير احسن لاعب في الدوري الانجليزي، بنلعب من غير واحد من احسن ثلاثه لاعبين الان في العالم، بنلعب في واحد نجم شباك في اي حاجه هو بيخشها، من غير محمد صلاح منتخب مصر عنده هويه، عنده كينونه، عنده ايدنتيتي قويه وصلبه في الدفاع. شوف تصريحات العالم، شوف تصريحات المدير الفني لفريق اورجواي، شوف تصريحات اللعيبه، شوف تصريحات خيمينيز اللي جاب الجول، قال لك احنا كنا متوقعين هذا الاداء صراحه وتعبنا كتير امام منتخب مصر عشان نصل الى هذا الهدف. حاله جميله جدا ترابط، والناس اللي كانت عماله تتكلم على مستر كوبر وتقعد
تنتقد أداءه وتنتقد طريقته، وتشوف بقية المنتخبات اللي لعبت في مباريات أخرى بدون ذكر أسامي، تبتدي تحس بقيمة هذا الرجل المنظم، راجل منظم، راجل عارف إمكانياته، عارف إزاي يقدر يخلق حالة صلبة. أنت كنت أمام نجوم الأورجواي، كان في ناس طمعانة، في ناس في وسط الماتش قبل الماتش بيوم كانت تقول لك إحنا هنشيل كام، ابتدت في وسط الماتش تبتدي تبقى طمعانة في إن أنت تحقق نتيجة إيجابية، طمعانة إن أنت قادر. ازاي يقول لك ازاي الكره بتاعت احمد فتحي دي اللي شاطها، الكره بتاعت كهربا اللي كان قدام، الكره بتاعت النني، بقى عندك تواجد امام منتخب فيه نجوم كبار جدا، منتخب اورجواي من افضل المنتخبات، وصلت سيمي فاينل قبل كده في كاس العالم لما كسب منتخب غانا في كاس العالم 2010 بهؤلاء النجوم، كان هداف كاس العالم من عندهم دييجو فورلان، كان بيلعب معاه سواريز، دلوقتي بقى كافاني، وكافاني لا يقل ممكن يزيد عن فورلان. فانت بتتكلم على هذا المنتخب بأكبر مدير فني في البطولة أوسكار تاباريز أمام مستر هيكتور كوبر، اللي الصراحة ادالنا منتخب صلب في الأداء. محدش كان يتوقع أن عمرو وردة هيبقى بهذا الأداء، محدش كان يتوقع أن الأداء الصلب في حتى بعد تغيير طارق حامد أن سام مرسي ينزل بهذا الشكل، بيبقى حاسس أن مفيش حاجة نقصت في المونديال. بصوا صلاح وبصوا باقي النجوم، بصوا الصوره ديت بتعبر عن الروح اللي كانت موجوده، بصوا شيكابالا، بصوا عمر جابر، بصوا سعد سمير، الناس ناقص انها تنزل تلعب مع زمايلها. محمد صلاح كان قاعد عمال يفرك على الدكه حابب ان هو ينزل، ولكن قرار صعب جدا ان اي مدير فني، ولكن هم دول، ده ميزه الاجانب، ميزه المدير الفني اللي عنده شخصيه قويه، اللي يقدر يدير مباراة، اللي يقدر ياخد قرارات، هو عارف ان هو اللي بيتحمل كل حاجة فيها. مستر كوبر لا يلتفت الى كلام الجماهير، لا يلتفت الى النقد، لان الراجل دوت عارف كويس هو بيعمل ايه، عارف كويس قوي ماذا يفعل، عشان كده هو مدير فني منتخب مصر، مدير فني لفريق الانتر وفريق فالنسيا، وصل 2 فاينل تشامبيونز ليج، راجل فعلا هويته كده. حتى اوسكار تاباريز بيقول لك انا اعرف كوبر منذ ان كان لاعبا، وحتى حينما اصبح مدربا عارف طريقته وعارف اسلوبه، هو منظم جدا دفاعي. الحاله لما برضه سمعنا تصريحات روبرتو كارلوس دي واحده من الفرص اللي ضاعت. انا عايز اتكلم عن حاجات كتير في المنتخب، وصراحه المنتخب كلهم ابطال، في ناس ومنهم حارسنا الكبير الشناوي. صراحه احنا هنا في قناه النادي الاهلي كنا لينا السبق ان احنا نتكلم ان الشناوي هو الاقدر، وممكن قلتها لحضراتكم يوم الاثنين، قلت الشناوي هو اللي هيحرس مرمى منتخب مصر، لان الناس اتفاجئت باداء الشناوي لان هم ما بيشوفوش في التمرين. من لا يرى الشناوي في التمرين ينبهر بهذا الاداء، لكن انت بتشوف الشناوي في تمرين النادي الاهلي، وازاي هذا الرجل اللي بعيد عن الانظار لفتره، وانه يرجع النادي الاهلي وانه يخش وسط منافسه حراسه مرمى النادي الاهلي، وانت ما ادراك ان انت تبقى حارس النادي الاهلي، ما يكون عندك ثلاث حراس كلهم بيلعبوا منتخبات، دي صعبه للغايه. انك تخش مع الشريف اكرامي وتنافسه وتبقى الحارس الاساسي وتاخد مان اوف ذا ماتش في كاس العالم امام سواريز وكافاني، تشال من هنا انفراد ما يتشالش، وشال كورتين صراحه من كافاني. كافاني نفسه هيبتدي، ادي بصوا الاداء والطريقه والاسلوب. وانا لازم اشكر كابتن طارق سليمان، لازم اشكر كابتن طارق سليمان انه قدم لمنتخب مصر هديه، قبل ما اشكر الكابتن احمد ناجي اللي كمل على مستوى الشناوي واضاف له العديد من الخبرات. ولكن كابتن طارق سليمان مع هذا الحارس فعل حاجه، مش هقول معجزه، لان كره القدم لما بتديها ولما بتبقى انت مركز في تمرينك ومركز في حياتك الشخصيه ومركز ان انت يكون عندك طموح وتحققه، ده ما تبقاش معجزه. وهو ده الشناوي، اتفرج على واحد عنده كل حاجه، ناس تقول لك عنده ثبات انفعالي، ناس تقول لك الراجل ده ما بيخافش، ناس تقول لك الراجل ده ثابت، كل امور حراسه المرمى، فوت ورك، احساس بالمكان، كور عرضيه، شخصيه مع المدافعين، توافقات في قراراته، انه ازاي في طول الوقت تحس ان هو هادي، حارس مرمى يشبهك بالعظماء، يشبهك بمانويل نوير، يشبهك بكل هذه الامور. واحنا معنا على الهاتف
كابتن طارق سليمان اللي بنقول له كل سنه وانت طيب، وقال كابتن طارق على هديه محمد الشناوي لمنتخب مصر. كل سنه وانت طيب يا كابتن فاروق، طبعا تحياتي ليك وتحياتي كل جمهور النادي الاهلي، وكل سنه وانتم طيبين، الشعب مصر كله الحمد لله. اشكرك طبعا، وبعدين يعني الامانه يعني عشان يعني الواحد يبقى فير، يعني لا في ناس كتير، في ناس كتير طبعا تعبت واشتغلت مع الشناوي وراحت تكمل بعد كده، الحمد لله يمكن ده ظهر كله الحمد لله السنه اللي فاتت واداؤه في النادي الاهلي. انما في النهايه طبعا يعني في ناس كتير يا محمود برضه يا فاروق بتبقى برضه المجهود يعني ما تقدرش انت، لا ربنا يكرمه ويوفقه في اللي جاي. والاهم بقى ان انت اديت كويس في اول مباراه في كاس العالم، الاستمراريه دي مهمه جدا جدا. كابتن طارق، هل تفاجات باداء محمد الشناوي في 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 اول لقاءاته؟ هل كنت واثق انه هيكون على قد المستوى ويكون على قد المسؤوليه؟ لا، موضوع تفاجئت المستوى دي، لا طبعا الكلام ده مش، لا الكلام ده لا، ان الشناوي قدم مستوى في خلال مشواره في النادي الاهلي في 31 مباراه مع النادي الاهلي، لا عمل مستوى رائع في ماتشات كتير في النادي الاهلي، وكان سبب رئيسي في ماتشات كتير احنا كسبناها في النادي الاهلي. نعم، يعني توجنا للدوري قبل الدوري ما يخلص بست اسابيع، ولا شناوي عمل ماتشات كتير مع النادي الاهلي، وكان في اللي كان له تصديات مع النادي الاهلي صنعت فارق طبعا، منها مباراه الاسماعيلي، منها مباراه الانتاج الحربي، منها مباراه المصري، منها مباراه الزمالك، من ماتشات كتير مع النادي الاهلي كان بيصنع الفارق دايما. نعم، شناوي لا ما اتفاجئش بمستواه طبعا، والولد قد يعني خد بالك، وهو بس عشان ده كاس عالم، وعشان كاس العالم ده متشاف من يعني العالم كله، العالم كله بيتفرج. نعم، فلما الشناوي بيعمل حاجه بتبقى ظاهره قوي، بتبقى يعني منور قوي. انما طبعا لا، الشناوي قدم مستوى كبير جدا جدا السنه دي. يعني انت حضرتك حسيت وهو بيتصدى وثابت وطريقه ادائه، يعني برضه انا عايز اسال حضرتك، يعني ازاي الكوره بتاعت سواريز في الانفراد، اتكلم معاك واحده واحده، الانفراد بتاع سواريز ازاي تعامل فيها الشناوي بهذا الامر ويطلع يمسك الكوره وما يعملش بينالتي؟ بص، هو في طبعا قبل ما نتكلم على الشوط الاول، الشوط الاول كان في بعض المواقف اللعب كانت ادته الثقه وخلت الاداء بتاعه بيرتفع من دقيقه لدقيقه، لخمس دقائق لربع ساعه الشوط الاول، بعد كده الشوط الثاني. نعم، الشوط الاول طبعا كان في اكثر من كره عرضيه تعامل معاها بشكل كويس قوي. نعم، كان في شوط على الارض، كان في تسديده من كافاني كده على يمينه من كافاني، اتعامل معاه، خد خطوه تعاقبيه ونزل ومسكها، فكل ده اداله ثقه في الاول. الشوط الثاني طبعا في انفراد بتاع سواريز اللي قبل الانفراد اللي هو مسكها، ايوه اللي هو قفل عليه بشكل قوي وعمل النجمه وجت في ركبته وخرج. بعدها طبعا الانفراد بتاع برضه سواريز اللي هو طبعا ممكن لو في جون، يعني لو في تهور شويه او لو في اندفاع. طيب معلش، بس حضرتك خدتني لانفراده الاولانيه، والانفراده الاولانيه ووضع النجمه اللي اخترعه بيتر شمايكل، او يمكن اول حد شفناه بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد والدنمارك. يعني هل ده بيبقى كابتن طارق يعني خبرات؟ هل ده بيبقى قرار؟ عشان بس الناس تعرف هو ازاي طلع وقفل وتوقع ان سواريز يحطها في هذا المكان. لا، هو النجمه دي لها شروط، امتى اعمل النجمه وامتى انزل بجسمي كله على الارض، يعني الموضوع مش يعني النجمه دي ما تتعملش في اي وقت. نعم، والنجمه انا بعملها ليه؟ يعني الاول انا بعمل كان طبعا وانا بشرحه بيبقى محتاج كمان حاجه تتشاف، يعني بالظبط، بس يعني مبسطه للناس. النجمه دي بعملها انا في النهايه، انا دايما بلعب انا المرمى ده مثلث بالنسبه لي. هو دلوقتي المنظر بتاع النجمه، وضع النجمه كابتن طارق ظاهر للناس، وتسديده سواريز اهي، يعني هو بيطلعها. خلينا نقول ايه، ان دايما النجمه دي بتتعمل طول ما انت قريب من الكوره، المسافه بينك وبين الكوره 2 3 ياردة، تقدر تعمل النجمه. نعم، ليه؟ لانك انت طالما وصلت راس المثلث اللي هي الكوره. نعم، جون الى حد كبير جدا وراك بيبقى مقفول. انت حضرتك لو المساحه قريبه بينك وبين الراجل. نعم، بينك وبين الكوره بيبقى الجون بالنسبه لك مقفول. فبتعمل النجمه ليه؟ انت بتعمل النجمه عشان تسد الجون عرضي وتسد الجون افقي. نعم، افقي طبعا اللي هو الجون بالعرض، وراسي. نعم، طبعا الجون من عند دماغك كده وانت نازل لحد رجليك. نعم، طالما انت وصلت للكوره اللي هي راس المثلث، كل ما تبقى تحت الجون بيبقى واسع بالنسبه لايه؟ للافقي. الجون بيبقى واسع، فالنجمه هنا الى حد كبير ما بتتعملش. ليه؟ يبقى الجون واسع. نعم، تقدر مش هتيجي في رجليك او مش هتيجي في ايديك او مش هتيجي في صدرك.
يبقى صعب تعمل النجم. فالنجمه دي بتتعمل لها شروط، مش في اي وقت اعمل النجم. وتوافرت في موضوع انفراد سواريز اللي امام الناس يعني فعلا المسافه ما بينه وبين سواريز 3 4 بالظبط زي ما حضرتك بتقول، وما بينه وما بين الكوره راس المثلث اللي حضرتك بتتكلم عليه. بس هي راس المثلث الكوره، طالما انت قربت بالكوره للدرجه دي وبينك وبينها 3 يارد فخلاص انت كده الى حد كبير الجون بالنسبه لك بقى ضيق جدا. نعم. لو انت نزلت على الارض في كوره زي دي كوره تعدي من فوق جسمك. ده حقيقي. الكره دي لو الكره دي انت فرق، انت نزلت بالعرض اترميت راسي سوري افقي الكره تعدي من فوق جسمك. نعم. عشان كده هو عمل ايه؟ هو عمل النجمه، النجمه دي زي ما قلت لك بيقفل الجون افقي وبيقفل الجون راسي. نعم. الحمد لله فيها توفيق كبير جدا طبعا، بس زي ما قلت لك هو طلع وقفل وقرب من الكوره وعمل النجمه زي ما عمل كل الحاجات الصح فربنا اكرم. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك يا فاروق. هو عمل كل حاجه صح. كل حاجه عملها، عشان كده لو الكره دي دخلت الجون يبقى انت ما تقدرش تلومه في اي حد. ده حقيقي، لان انفراد تام ده بيشوطها في السته يعني. اه طبعا بالظبط، عشان هو لو انت خدت بالك كمان من رد فعل بقى سواريز بعد الكوره كان زعلان جدا. زعلان جدا بعد الكوره دي. زعلان جدا لان ده مهاجم. ايوه، ومهاجم منتخب برشلونه. طبعا ما بيضيعش. يعني منتخب ارجواي وفريق برشلونه. هنا بقى الانفراد الثاني يا كابتن طارق، وهو لما نزل خدها من سواريز وما عملش بينالتي. هو الانفراد الثاني بقى لما بنيجي نتكلم برضه هو وصل قرب من الكوره وفي نفس الوقت ما استعجلش انه ينزل على الارض، وقف. نعم. في اللحظه اللي سواريز بيبدا ياخدها ياخده على جنب عشان يرقصه، لو هو اندفع ونزل على الارض كان ممكن يعمل ضربه كده. ده حقيقي. هو هنا وصل له قرب من الكوره ووقف. كان في ثبات وفي نفس الوقت برضه عينه على الكوره. اول ما سواريز خد الكوره على يمينه هو بدا حط ايديه الشمال، حط ايديه اليمين الاول وقف الكوره وبعدين جابها بقى الكعب اليمين يعني انا بعد كده بايديه الشمال. يعني هو كل تركيزه على هو توقع سواريز هيعمل ايه ونزل خد الكوره. بالظبط كده، اول هو راح قرب منه ووقف، هو لو هو طالع مندفع ونزل على طول كان ممكن يعمل ضربه كده. ما كانش هيوصل للكوره. نعم. انما وقفته دي وبعدين وصل للكوره بايده اليمين، يعني ايده اليمين اطول. ايده اليمين اطول وايده اليمين كانت على الكوره، وبعدين بعد كده بعد ما ثبتها بايده اليمين حط ايده الشمال بعد كده عليه. وخدها وطلع وطبعا سواريز. طبعا نيجي نتكلم بقى على الكوره الاخيره بتاع الاثنين بتوع كافاني، لواحده شالها بالعكسيه والثانيه اعتقد برضه بالعكسيه اللي جت في العارضه اللي ما كانش حد عارف انها اصلا السناوي حطها في العارضه، الناس كلها فاكره العارضه. هي جت في ايديه، جت في ايديه وجت في القائم ورده زي ما شفناها كده، انما طبعا الكوره اللي صعبه قوي 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 اللي هي الكوره بتاع كافاني اللي خدها على الطاير اللي حطها له سواريز بدماغه. نعم. ايوه. الكوره دي اول حاجه بنتكلم عليها بنشوف التمركز الاول بتاع الشناوي. نعم. تمركز الشناوي رائع. فيه. رائع. خد خطوتين لقدام في اللحظه اللي سواريز حط الكوره بدماغه لكافاني وبعد كده كان واقف عينيه كانت على الكوره. نعم. دي كانت مناسبه جدا جدا وكمان بيتعامل معاها بالايد العكسيه. نعم. الايد العكسيه اسرع بكتير جدا من ايد ناحيه الكوره الايد الشمال. اسرع وتجيب زاويه اكبر كمان. وتجيب الكوره من ابعد. من ابعد. ايوه بالظبط كده يا كابتن. هو لو حط ايده الشمال ما كانش هيتحقق، كانت هتعدي. نعم. تبقى صعبه جدا. نعم. كانت هتعدي، انما هو حط ايده اليمين وجابتها من ابعد شويه وبعدين كان مالك الكوره. يعني جايب كف ايده كله ووجهها بره زي ما شفتها كده. نعم. كان فيها سرعه قرار مش طبيعي، وبرده زي ما قلت لك اتعامل معاها كما ينبغي من ناحيه المهاره بقى. انت حضرتك كمان قلت حاجه مهمه جدا كابتن طارق، تمركزه، يعني الفوت ورك هنا له دور كبير، الناس كلها فاكره ان حارس المرمى بينط فقط. لا هو لو هو تحت شويه تبقى صعب عليه، هتبقى كوره فتحت منه شويه. هي دلوقتي اهي الكوره اللي حضرتك بتتكلم عليها وفردت الشناوي بالعكسيه بالعكسيه ليه عشان يعرف يطلعها يعني عشان يوصلها. اه في نفس الوقت ايديه اليمين اسرع، يعني ايديه اليمين توصل للكوره اسرع من الشمال. نعم. ايديه اليمين كانت اسرع من الشمال، فكلها طبعا زي ما بقول لك كده كلها الحمد لله رب العالمين. بنتكلم في حاجات كتير بقى، يعني الشغل اللي اتعمل والتعب طول السنه ومواقف اللعب كتير اللي اتحط لها الشناوي وأداؤه متميز في الماتشات كتير، بس احنا بقى عايزين نتكلم بقى يعني بدايه الشناوي نفسها ما بداتش من الماتش ده يا كابتن فاروق. ما ده اكيد بدايه الشناوي بدات من مباراه البرتغال. نعم. دوليه. طبعا مباراه البرتغال كان ناس كتير جدا بتقول لك اصل هو بيدرب الشناوي الماتش الاول وبعدين هد الماتش الثاني لعواد وكل واحد بياخد، لا هو طبعا الماتش الاول ما كانش تجربه. نعم. هو مد للشناوي عن قناعه. مد الشناوي المباراه الاولى بتاع البرتغال عن قناعه ان الولد ادى بشكل كويس في الدوري. وانا شايف ان لحد كبير جدا في قناعات من مستر كوبر بالشناوي في من خلال طبعا الفرجه اللي شافها في خلال الماتشات اللي لعبها مع النادي الاهلي ماتشات الدوري كلها. نعم. بانت طبعا وماتش الترجي كمان في افريقيا طبعا. عشان بص عشان الشناوي ياخد مباراه البرتغال وياخد مباراه كولومبيا وياخد مباراه بلجيكا دي مدل على شيء، تقول ان الراجل في قناعات من الراجل وفي قناعات من الشناوي هيبدا كاس عالم. طب احساسك ايه يا كابتن اما الشناوي ياخد رجل المباراه وافضل حارس في اول جوله يعني في المباراه اللي اتلعبت لغايه امبارح؟
والله بص طبعا دي انا يعني لما بتيجي تتكلم على انا بالنسبه لي يعني انا اسعد كان في الدنيا طبعا الشناوي يبقى موجود في كاس العالم ويلعب ويشارك بالشكل ده، وفي وجود شريف اكرامي ايضا يبقى في جونين من النادي الاهلي في منتخب مصر، وانا كنت انا لفتره كبيره جدا شغال معاهم في النادي الاهلي، فدي حاجه بتسعدني جدا جدا. والواحد الحمد لله بقول ان الواحد تعب الواحد في الاخر ربنا بيكلمه الشناوي بيبدا كاس عالم وبيلعب في بطوله كبيره اكبر بطوله في العالم وبيشارك وبياخد افضل لاعب كمان في المباراه، يمكن ما حصلتش في التاريخ لا افريقيا ولا العرب ان حارس مرمى ياخد ده حقيقي فعلا المباراه. ده حقيقي عشان هو بياخدها امبارح وبيقدم الاداء ده، فطبعا ده في جماهير في جماهير من في ليفربول بتطالب اداره ليفربول بالتعاقد معاه دلوقتي. والله بص يعني يعني انا بقول لحضرتك الانطباع العالمي اللي فعلا حضرتك بتتكلم عليه اصبح انطباع عالمي، بقى في ناس بتقول لا ده احنا نجيبه بقى. زي ما قلت لك ان اي حاجه شناوي هيقدمها متشافه بشكل يعني جدا يا موسى، يا موسى قدم مستوى كبير جدا مع النادي الاهلي بس برضه على مستوى ضيق على مستوى مصر، انما انت بتتكلم دلوقتي بتتكلم على مستوى العالم، فلما الشناوي يتعامل بالشكل اللي اتعامل امبارح في اكتر من كوره بشكل كويس والعالم كله بيتفرج على الكلام ده، وخد بالك بقى كمان لما بتتفرج على حراس المرمى اللي موجودين دلوقتي في كاس العالم بتلاقي دخيا امبارح تخش في جوان بالشكل ده الكره يعني بتاعت كريستيانو دي صعبه قوي يا كابتن، وندخيا نزل لها صعبه جدا، افضل جوان في العالم. كابتن طارق سليمان انا بشكر حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب، والف شكر الصراحه على مجهود حضرتك وتعبك مع طارق مع الشناوي ومع شريف اكرامي، اثنين فعلا بيمثلوا مصر في كاس العالم وحاجه جميله جدا، يعني الف الف شكر وكل سنه وحضرتك طيب ودايم التوفيق باذن الله. انا برضو عايز اقول لحضراتكم ان الشناوي رفض ياخد جائزه افضل لاعب في المباراه لان هي مقدمه من احد شركات الخمور، ودي جائزه ادي امام حضراتكم اهو، دي جايزة للتاريخ، ولكن في تاريخ وفي مبادئ بتقف في بعض الأوقات أمام حاجات ما تنفعش تتوافق معانا احنا كناس مسلمة وكناس من الشرق الأوسط وكناس من مصر. يعني جايزة زي دي كان ممكن البعض ياخدها ويقول لك أنا يعني هلعب كاس عالم امتى وهاخد الجايزة دي امتى، ولكن هنا برضو الشناوي بيدينا درس، الشناوي امبارح ادانا دروس كتير ومنها هذا الدرس، ربنا يكرمه ويوفقه الصراحة هو يستاهل، والشخصية دي تستاهل ان هي تكون بهذا الشكل وبهذا الاداء. الف الف مبروك يا شناوي على جائزه افضل لاعب، وبرده بنرفع لك القبعات انك ما رضيتش تاخد هذه الجائزه، يعني حاجه مهمه جدا وحاجه جميله جدا. دي اقل حاجه الصراحه نقدمها لابن النادي محمد الشناوي اللي كان متالق، وحاجه من الحاجات الجميله ان الروح والنفسيات والنوايا بانت برضو بشكل كبير امبارح، انك تشوف شريف اكرامي بيدي تويته وبيطلع في وسائل الاعلام بهذا الشكل، دي حاجه من الاخبار برضو اللي معانا، ان يعني الشناوي بعد ما ابدا بفرحته بان هو خد افضل لاعب في المباراه واثنى على اداء المنتخب وقال ان هو ايضا كان سعيد بالاداء وسعيد بكده. بص بقى هنا الشناوي عفوا شريف اكرامي هو بيتكلم عن زميله وصديقه وابن النادي النادي الاهلي، هما الاثنين من ولاد النادي الاهلي، مان اوف ذا ماتش اهو واعملها عن جدارة يا صديقي، وحاجه هنا بتبان النوايا وبتبان الروح ان الناس كلها فعلا هو ده اللي انت حسيته، وان الناس كلها على قلب رجل برضه عصام الحضري اللي دخل التاريخ في مشاركته في المونديال بانه اكبر سن لاعب يشارك في كاس العالم، عنده ما شاء الله دلوقتي 45 46 سنه، ولكن هو لسه ما شاركش رسميا ولكن على الاقل استدعى الى كاس العالم، برضه بيقول الحمد لله على النتيجه وبيثني على اداء الشناوي. الثلاث حراس يعني الروح اللي ما بينهم هو اللي انت شايفه، لان انت دلوقتي بتلعب باسم مصر، مفيش وانت بتلعب باسم مصر حاجه بقى اسمها نادي ايه ونادي لا، انت كله بيلعب باسم مصر، وادي الشناوي وهو بيتكلم عن منتخب مصر وبيتكلم عن الاداء وانه ناقصه الفوز فقط، دي حاجه من الحاجات اللي جميله بمباراه كبيره والقادم افضل، وهو ده اللي حتى عواد اتكلم عنه، دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. عايزين بقى نشوف تصريحات لعبتنا، تصريحات النجوم اللي شاركوا في هذا اللقاء، وادي عواد والبوست اللي منزله صورته هو الشناوي في تدريبات منتخب مصر، برضو دي حاجه من الروح الجميله اللي موجوده داخل منتخب مصر، عواد لم يستدعى. نروح لكهربا
اللي ايضا طلع بتصريح. كهربا كان له دور في الشوط الثاني، وطريقه اللعب وطريقه اداء منتخب الاورجواي كانت ادت المساحه لكهربا انه يكون بهذا الاداء. كنا ننتظر منه اكتر من كده. كهربا من اللعيبه الحريفه اللي تقدر تصنع لك فارق، وفي نقد شديد جدا على مروان، ولكن انا بقولها لحضراتكم، اي مدير فني واي رجل عنده مروان محسن هيبتدي بيه اللقاء عشان ياخد الديفنس، عشان يبقى محطه، عشان يقف على الكوره، عشان ياخد فاولات، عشان له دور كبير جدا. عايز تقيم مروان محسن فعلا، شوف كم كره عرضيه بتجيله، وده فروه صندوق. يعني شوف كم كره عرضيه بتجيله وهو ده فروه صندوق، واتكلم عنه. كهربا كان له دور صراحه مهمه جدا، وطلع اتكلم ان المنتخب المصري قرر نسيان ما حدث امام اورجواي والتركيز في موقعة روسيا الأكثر أهمية، وأضاف أن مباراة روسيا لن تكون سهلة لأنها أمام فريق منظم، فريق روسيا منظم للغاية، وقال أن المنتخب سيقاتل لإحياء أمل التأهل بأي حال من الأحوال. دي حاجة من الحاجات المهمة اللي بتدي لك وعي لعيبة منتخب مصر باللي هم فيه. خلينا نروح برضو أن الكابتن بقى إيهاب لهيطة، أستاذ إيهاب لهيطة المدير المنتخب، قال ان كوبر كان يخشى على صلاح من التحامات لاعبي الاورجواي، ان هم فيزيكلي عاليين، يعني هم من الناحيه البدنيه اقوياء. انت بتبص على خيمينيز، وبتبص على جودن، بتبص على فاريا، بتبص على لعيبه منتخب اورجواي، ما شاء الله كلهم من الناحيه البدنيه اقوياء يعني. فقال انه حاله من الحزن بتسيطر على لعيب المنتخب نظرا للهزيمه. صلابه من غير افضل لاعب في افريقيا، عارفين يا جماعه ان ايه افضل لاعب في افريقيا؟ ما لعبش، كان هيفرق كتير في هذا اللقاء، ولكن الخيره فيما اختاره الله باذن الله يكون موجود معانا في ماتش روسيا. اضاف ليتا في تصريحات صحفيه ان اللاعبين هيبذلوا قصار جهدهم امام روسيا لتحقيق الفوز لانه لا بديل عنه من اجل الحفاظ على امل الدور الثاني، وقال ان طارق حامد وتريزيجيه جاهزين. كان طارق حامد طلع وتم استبداله، عنده مشكله في الظهر، ومحمود تريزيجيه نفس القصه، يعني شفناها حتى مش قادر يمشي، مش يجري بس، وكان بيجري وكان بيحاول في اخر لقاء الاورجواي، ولكن قال ان هم هيبقوا جاهزين. قال ان محمد صلاح لعيب ليفربول جاهز ايضا لمباراه روسيا ويشارك في تمرينة اليوم بشكل جيد، وقال ان مشاركته في اللقاء المقبل هيبقى قرار المستر كوبر. احنا حيينا مستر كوبر انه كان عنده شخصيه انه ما يشاركش محمد صلاح. الكلام ده ممكن يزعل بعض، ولكن مستر كوبر عنده قيمه، عنده قيمه كبيره جدا. لو كان خد الريسك ودفع بمحمد صلاح كان هتبقى صعبه للغايه. لو حدث اي مكروه لمحمد صلاح كان هو اللي هيتحمل المسؤوليه. محمد صلاح ما كانش عنده مشكله، محمد صلاح بايدين بكتف من غير ايدين من غير رجلين كان هيلعب الماتش ده، كاس عالم ودي مصر بالنسبه لمحمد صلاح، بالنسبه لعيبه مصر، وده اللي بيفرقنا عن العديد من المنتخبات، ان ما بتحط مصر في كفه هي بتكسب اي حاجه. فده امر مهم جدا لازم نحيي عليه مستر كوبر، انه شاف التقرير ان محمد صلاح ما كانش جاهز ساعه ماتش اورجواي بنسبه 100% يبقى ما يشاركش، وده قيمه القرار الاجنبي ولازم نحترمه. تطرق طبعا الى محمد الشناوي، قال ان هو رجل المباراه وطبعا الاقرب لحراسه عرين المنتخب لمنتخب روسيا، ده وضع طبيعي. في حاله من التفاؤل، ومواقع التواصل الاجتماعي بقى تويتر وانستجرام اتكلمنا، يعني اتكلموا فيها عن الامر. كرامي قال لسه الامل موجود وهنقاتل للنهايه، و الشناوي قال اللي جاي احسن باذن الله، عمرو ورده قال هنقاتل للنهايه، وشايفين برضو كلمه قتال دي بتدي لك الحاله اللي اللعيبه فيها، بتوصف لك. انا مش هتكلم بقى فنيات دلوقتي، هتوصف لك مصر كانت ازاي قدام الاورجواي. يعني كل لعيب بيقول لك هنقاتل هنقاتل، هم حاسين بال 100 مليون، حاسين بالناس اللي راحت صراحه وابارت العالم من في التشجيع في روسيا، حاسين بكل هؤلاء، والتشجيع الصراحه لم ينتهي طوال المباراه، فحاسين بهذا الامر. فكل الكلام هتلاقي هنقاتل هنقاتل هنقاتل، ودي حاجه مشرفه الصراحه لمنتخب مصر. حجازي قال كنا نامل في بدايه كاس عالم بنتيجه افضل ولكننا سنحارب. بصوا نفس الصيغه، نفس الكلام، نفس الطريقه، نفس الحوار، نفس التوجه، نفس القلب، نفس الرجل. منتخب مصر رجل على قلب رجل واحد. كهربا قال ضع اهدافك عاليه ولا تتوقف، وهنا
اتكلموا بقى عن عمر جابر، عن عيد ميلاد محمد صلاح، وهابي بي لابو مكه ولمحمد صلاح. اداره الفندق وبعثه المنتخب هناك عملوا عيد ميلاد لنجم العالم محمد صلاح. انا مش دلوقتي مش هقول بقى نجم مصر وخلاص، احنا عدينا هذه المرحله مع هذا الموهبه، هذه الموهبه او هذا النجم الكبير في كل شيء محمد صلاح، اللي برضو كنت تعرف المنتخب وحاله منتخب مصر من يعني الفيسز اللي هو بيديها في الحاجات الاشارات اللي بيعمل ده. فيديو ليه يعني طبعا عيد ميلاد محمد صلاح على فكره في حذاء ذهبي، والتورته ديت كان وزنها تقيل جدا، انا سامع انها داخله في يعني وزن ضخم. وادي انا هسيب حضراتكم بس تسمعوا ونعقب. كل سنه وانت طيب. محمد صلاح 26 سنه، ناس كتير قوي تقول بسم الله ما شاء الله، 26 سنه وصل الى هذا الامر. هو ده الجيل الجديد، وهو دي الحاله اللي فيها منتخب مصر. واحنا عشان نعرف الحاله اللي فيها منتخب مصر واخر اخبار التدريب واخر اخبار كل حاجه تخص منتخب مصر، معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير استاذنا الكبير استاذ ايمن بدره. مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه كابتن محمد والساده المشاهدين الكرام، كلهم بخير وعيد سعيد ان شاء الله على مصر كلها باذن الله. استاذ ايمن، في البدايه عايز حضرتك توصف لي احساسك ومصر بتلعب كاس عالم، والمباراه الافتتاحيه، الحاله، الاجواء، دخول حضرتك لملعب ايكاترينبرج في روسيا، حضرتك حسيت بايه؟ يمكن حضرتك برضو من الجيل اللي شاف مصر في كاس عالم 90، كان بالنسبه لك اكيد حدث تاريخي. هو الحقيقه كان طبعا الفرق 28 سنه، رحله الصعود لمونديال 90 كانت يعني ليها وقع كبير في نفوسنا. يعني كنا اياميها برضو شباب صغير متحمس، منتظرين حاجه كبيرة حصلت على فكرة. جريدة أخبار رياضة ومجلة الهرم الرياضي صدرت بمناسبة صعود مصر لكأس العالم. نعم. يعني بعد ما مصر صعدت 17 نوفمبر 1989 بدأ تفكير الكاتب الكبير الله يرحمه الأستاذ إبراهيم نافع في إصدار يعني إصدار رياضي. نعم. وتلاه بعديها بأيام الكاتب الصحفي الكبير برضه الاستاذ سعيد سنبل اللي اصدر جريده اخبار رياضي. فذكرى صعود 90 يمكن لا يقارن بجيل كبير جدا جدا من الصحفيين والنقاد الرياضيين اللي يعني انتسبوا واسسوا وتشرفوا بالعمل في مؤسستي الاخبار والاخرار. طبعا كاس العالم 2018 وقع مختلف، لانه دلوقتي في ملايين بقوا صحفيين، كل واحد عنده حساب على الفيسبوك وعلى تويتر وكده، بقى صحفي وبقى كاتب وبقى ناقد وكل واحد له رايه. وحضرتك عارف الاعلام دلوقتي بقى فيه دخل كتير، تطبيقات ومواقع الكترونيه. نعم. فالمساله كبيره، لكن طبعا ده نقارنه برادع مصر في الفتره الماضيه من يعني ساعه مأساة 2011، مباريات بدون جمهور، مباريات بيحصل فيها مجازر بيروح فيها شباب، دوري بيتوقف او مباريات بتقام على ما تفرج، الى ان يعني بدات الامور تنتظم بشكل شويه جيد. اصبح لدينا عدد كبير من المحترفين، احنا كنا رايحين يعني كاس العالم 90 معانا اثنين محترفين المجديين، مجدي عبد الغني ومجدي طلبه، وكانوا طبعا في انديه يعني بيرامار، واعتقد كابتن مجدي طلبه كان في اليونان. باوك، لا في باوك، باوك في اليونان. فانت النهارده عندك واحد بينافس على قمه يعني افضل لاعب في العالم، دخل المثلث او المربع الكبير بتاع نجوم الصف الاول في العالم. فكنت بتصور او غيري بيتصور ان الطموح يكون على هذا المستوى.
يعني طموح على مستوى ان عندك محمد صلاح، عندك كلمني، عندك رمضان صبحي، عندك تريزيجيه، عندك لعيبه كتير طبعا، عندك احمد فتحي بكل فريق، وعندك عصام الحضري، عندك نجوم واسماء كتيره، عبد الشافي، فكل اللعيبه دي الطموح لازم يبقى على مستواهم. وعلشان كده احنا كنا عندنا ثقه، ولما شفنا التدريب بتاعنا في جروزني تدريب المنتخب انا وزميلي العزيزين الاستاذ ابراهيم البيشي والاستاذ محمود صبري، كنا عندنا كده شيء من الثقه والاطمئنان انه المنتخب هيعمل نتيجه كويسه. يعني حضرتك اللي شفته في التمرين قبل لقاء اورجواي ادالك انطباع عن الاداء؟ اداني انطباع انه احنا هنبقى يعني مش منكمشين، هنبقى عندنا قدره على ان احنا نصنع هجمات. كان التركيز على انه هذه الهجمات غالبا ما تنتهي بتسديدات، وتسديدات من مسافات وزوايا مختلفة ومحكمة، ولكن بتيجي بقى الثقة في الملعب والقدرة على التنفيذ تحت ضغط، غير طبعا في التدريب انت راجل لعيب وعارف. نعم. فهنا بقى بتيجي بقى التوازن النفسي العصبي والقدرة على يعني ان الامر يطلع من المخ على الجسم على طول. فالتنفيذ الحقيقة كان بيتأخر شوية، وده يمكن اللي يعني خلى تعرف الفرق ما بين الزمن والمسافه، انه في ثانيه انت بتقرر تاخد قرار بالتسديد. لو اتاخرت ثانيتين ممكن المسافه اللي انت تضيق، لان في لاعب اخر بيتحرك يسد عليك الزاويه، او بتبقى في مشكله، تبقى الموضوع اصعب فعلا. نعم. فده يمكن اللي عمل صعوبات علينا. طبعا الدفاع بتاعنا تحمل بشكل جيد، حارس المرمى احنا كسبنا طبعا محمد الشناوي بشكل كبير كحارس مرمى، يعني ادى وحقق انجاز انه يبقى زمان في ماتش، فحاجه الحقيقه جيده. ولكن بنشعر طبعا بصدمه وبقهر كده انك انت في اللحظات الاخيره يجي لنا نفس المرض بتاع الكره العربيه اللي عانينا منه في ماتشات. احنا عانينا منه طوال عمرنا يا استاذ ايمن، مش بس في الماتشات الاخيره. يعني طوال عمرنا زي ما قلت لحضرتك، وهي يعني يمكن انا كاتب كده حتى في اخر ساعه ان شاء الله بكره او بعده، انه اجيال بتتغير، اجهزه فنيه بتتغير، طرق لعب بتتغير، ولكن تبقى الكرات العرضيه. كره مارك رايت اللي دخلت في مرمى ده حقيقة ماتش كبير، ماتش بانجلترا كاس العالم، وكوره خيمينيز اللي دخلت مرمى الشناوي يمكن خلتنا يعني نتراجع شويه في الامل وفي الثقه. نامل ان شاء الله باذن الله تعالى ان احنا نعوض. استاذ ايمن عايز باذن الله عايز اسال حضرتك حاله التمرين اليوم، حاله محمد صلاح، حاله اللعيبه وصلت لايه؟ النهارده احنا طبعا رحنا تابعنا التدريب بمجرد ما وصل الفريق مساء امس من اكتنبرج. طبعا كان في احتفال كده قعد وبعض الشباب من الشيشانيين واداره الفندق لمحمد صلاح، يمكن خفف شويه من اجواء الحزن اللي كانت موجوده. كان في تورتايه كبيره امبارح بالليل الحقيقه وزنها يمكن حوالي 100 كيلو، كان عليها شعار كاس العالم وحذاء ذهبي، واحتفال كده رقيق واحتفال بسيط بمحمد صلاح. محمد صلاح النهارده اللي شفناه في التدريبات شارك في تدريبات الكره، وشارك في المجموعه اللي خدت الحمل الاكبر في التدريب، لان المجموعه اللي ادت المباراه النهارده كانت عمليه ريفريش بس كده، يعني دخلت الملعب، عملت شويه اصابات وعملت شويه تدريبات خفيفه جدا، وكان بيقودهم اسامه نبيه، وخرجوا من الملعب لتستمر المجموعه الاخرى اللي ما شاركتش اساس الدين، وصلاح شارك معاهم وكان بيأدي بشكل جيد جدا ونال اعجاب واستحسان الناس. يعني حضرتك كنت حاسس ان هو فايق خايف ان هو يخش، ولا مش فارقه معاه وبيشارك بشكل بطريقه طبيعيه؟ لا على العكس، لا على العكس، شارك في كل التدريبات البدنيه والفنيه والتقسيمه اللي جرت بعد المباراه،
وفي صوره انتشرت الحقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي انه في بعض اللاعبين بيساعدوا محمد صلاح في ارتداء الفانيلا القميص قميص التدريب او قميص التدريب يعني فحلو قميص التدريب انا بقول لحضرتك احنا الحقيقه ما شفناهاش في الملعب خالص وانا بكلمك ومعايا يعني ابراهيم البنيتي ومحمود صبري ما شفناش الصوره دي خالص تحياتنا ليهم طبعا استاذ ابراهيم وكل سنه وهو طيب وكل سنه استاذ محمود صبري كل سنه وهو طيب وحضرتك الصحه والسلامه هم طبعا بيعيدوا عليك وعلى كل اسره الرياضه في مصر وجماهير النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك احنا ما شفناش هذه الصوره التدريب يعني انتهى على خير واللعيبه اللي كانت مصابه سواء طارق حامد او تريزيجي اللي يعني طارق الكدمه اللي حصلت في الماتش الحمد لله ما فيش حاجه وده اللي اكده المهندس ايهاب لهيفا النهارده في المؤتمر اللي عمله او في الوقفه مع الصحفيين والاعلام بعد المباراه وطبعا احنا ما يعني ما كانش في فرصه او هو كوبر ما حبش يتكلم او يعلق مختفيا بما قاله بعد المباراه لكن ان شاء الله باذن الله تعالى مباراه يوم الثلاث تعيد التوازن ل يعني صراعنا في المجموعه وتحطنا بشكل كبير او تثبت اقدامنا في المنافسه ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون محمد صلاح من العناصر اللي هتشارك بشكل كبير. طيب استاذ ايمن استاذ ايمن بالنسبه وحضرتك موجود هناك هل وسائل الاعلام في روسيا بعد الاداء اللي شافته امام لمصر امام الاورجواي ما كان تعليقهم على اداء منتخب مصر وخاصه ان هم هيلعبونا الماتش الجاي؟ لا طبعا كتير من وسائل الاعلام العالميه وزملائنا اللي احنا هنا شايفينهم من الوكاله الفرنسيه ومن عدد من الصحف ومواقع الفيفا وكده بيأكدوا انه المباراه كانت صعبه جدا جدا على فريق اورجواي، فريق اورجواي صاحب خبرات صحيح هو حقق الفوز لكن المباراه ما كانتش بالنسبه له سهله وانه فريق مصر كان رقم صعب بالنسبه له المباراه الحقيقه يعني جاءت جيده في بعض فتراتها ناس كتير اتكلمت هنا على طبعا انه الفرق العربيه تعرضت لصدمه في الدقائق الاخيره وقارنت ما بين الموقف المصري وما بين موقف الفريق السعودي ثم الموقف الفريق المغربي وطبعا في يعني تقدير لجهود لاعبي مصر والمغرب في طبعا يعني حزن من الاستغراب والدهشه من اللي حصل للمنتخب السعودي النتيجه كانت صحيحه وهنا الصحافه الحقيقه بتتكلم على يعني حارس المرمى الشناوي انه انجاز طبعا انه في اول مباراه عالم واول مره انجاز طيب صحيح ما يخففش او ما يعدلش من نتيجه المباراه لكنه شيء مشرف برضه. استاذنا الكبير وكاتب الصحفي الكبير استاذ ايمن بدره رئيس تحرير اخبار الرياضه بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه نقل لنا الحاله نقل لنا كل شيء فبشكر حضرتك شكرا جزيلا. عايز اروح مع حضراتكم للمشجعين الحاله اللي عاملينها في روسيا الناس كلها بتتكلم على جمهور مصر هناك يعني مش بس المنتخب لا الجمهور هناك عامل حاله جميله جدا ومكسر الدنيا في شوارع روسيا ومصر لما بروح في اي حته الصراحه احنا بنحب الكلام ده بنعرف نعمل كرنفال وبنعرف نعمل نهيص الدنيا كلها لان انت ما بتوصلش كتير لكاس العالم فيعني لما بتوصل هتكسر الدنيا فعايز كده اشوف يعني نشوف مع حضراتكم كده فيديوهات مشجعينا الا مصريين في ايكاترينبرج في روسيا وشوفوا بقى الاغاني والكلام وكل الناس بتشجع كله بيشجع وكله عامل احتفاليه والناس كلها بتشوف هذا الامر وحتى المشجعين الاخرين بيخشوا معانا يعني بصوا هنا بقى الموضوع بتاع مش عارف اقول بقى ازاي الفرعوني ده يعني منتشر جدا وادي واحد من بيرو في كل مكان هتلاقي هذا الشعار هتلاقي الناس الاسبان وتلاقي واحد من بيرو هم اللي جايين يتصوروا معانا عشان يظهروا مع الزي الفرعوني حاله من الحالات الجميله جدا هم اللي بياخدوا معانا السيلفي يعني المصري بيروح هناك بيثبت نفسه بيقول لي انا اهو احنا اهو يعني تعالوا بقى انتوا اللي تصوروا معانا مش احنا اللي جايين عشان نتصور معاكم حاجه من الحالات اللي
موجوده، دي مشجعين بيرو مع مشجعي مصر اللي لابسين الزي الفرعوني، ولهذا حتى ممكن تلاقي ناس لابسه لبس عادي وعليها هذه طبعا التيار الفرعوني. انا عايز بس حضراتكم تسمعوا هذه الاغنيه. مفيش احلى من هذا المنظر ان احنا نختم بيه بفرحه جمهور مصر بوجوده في كاس العالم وازرته لمنتخب مصر. النهارده كانت حلقتنا كلها صراحه راحت لمنتخب مصر، كان عندنا كلام كتير تاني، ولكن عندنا برضو برنامج اخر عن المونديال، وزميلي عمر ربيع ياسين نجيبها لحضراتكم كل بقى الاخبار والكواليس والنتائج لكل المباريات. اشكر حضراتكم على ان القاكم دايما على خير، كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب، واوعوا تروحوا بعيد عشان دايما الاهلي حديد.